فاسية صورة مجال بدلة متصلة. خاصية صورة مجال بدلة متصلة. هذه الخاصية فيها معلومتين، المعلومة الأولى والمعلومة الثانية. المعلومة الأولى غادي نقول لكم شنو هي، والمعلومة الثانية حتى هي غادي نقول لكم شنو هي. المعلومة الأولى تقول لنا صورة قطعة بدلة متصلة هي قطعة، والمعلومة الثانية تقول لنا بأن صورة مجال بدلة متصلة هي مجال. البعض منكم غادي يقول بأنه القطعة هي أصلا مجال، إذن علاش هذه المعلومة هي اللي تكون لنا بوحدها الخاصية ما دامت هذه المعلومة هي ضمن هذه المعلومة؟ هذه المعلومة ضمن هذه المعلومة، علاش رغم ذلك في الخاصية بغينا نخليو معلومتين منفصلتين؟ اللي فكر أو اللي فكرت بهذه الطريقة عندكم الحق، ولكن غادي نقول لكم علاش هذه الخاصية اختارينا نعرضوها بهذا الشكل. طبعا الحال الخاصية عندها برهان، ولكن حنا ما نطلبش منا نكونوا نعرفوا البرهان أو نتعرفوا على البرهان في المقرر ديالنا، ولذلك غادي ندير واحد التمثيلات مبيانية أو أمثلة مبيانية باش نقرب لكم هذه المعلومتين للفهم ديالكم وتوليو تعرفوا هذه الخاصية لاش تصلح. غادي نبدا بالمعلومة الثانية من الخاصية اللي تقول لنا بأن صورة مجال بدلة متصلة تتعطينا مجال. باش نقرب لكم هذا المفهوم بالفهم غادي نستخدم واحد التمثيل مبياني. ناخذ مثلا هذا معلم واحد جوج ثلاثة مثلا، وناخذ هذه هي او هذا هو منحنى الدالة اف واحد جوج ثلاثة، وناخذ مثلا المجال المفتوح من جهة واحد والمغلق من جهة ثلاثة، ونحدد الصورة ديالو بمنحنى الدالة اف باستعمال منحنى الدالة اف. اذا تقريبا هنا باش نقرب نقولوا هذه هي ثلاثة، هذه نقولوا هي مثلا ناقص واحد. واحد ما دخلش في هذا المجال، اذا الصوره ديالو ما عمرها غادا توصل لثلاثة، وانما غادا تقرب لثلاثة، غادا تقرب لثلاثة. ثلاثة داخله في هذا المجال، اذا ناقص واحد تكون داخله في الصوره. اذا صوره المجال واحد ثلاثة هو المجال ناقص واحد ثلاثة. نشوف واش غلطت ولا مغلطتش. ثلاثة داخلة ناقص واحد داخلة، ثلاثة خارجة. ثلاثة خارجة. إذا الصورة ديال المجال بدلة متصلة عطاتنا مجال، ولكن كاين واحد الملاحظة هو أن هذا المجال كان مفتوح على اليسار ومغلوق من جهة ثلاثة على اليمين، ولكن الصورة ديالو عطاتنا واحد المجال اللي هو مغلق من جهة ناقص واحد ومفتوح من جهة ثلاثة. يمكن لنا ناخدو عدة أمثلة ديال المجالات، وغادي نلاحظو بأن الدالة المتصلة ما تتحافظش لنا على الشكل ديال المجال. هنا كان مفتوح مغلق عطاتنا مغلق مفتوح، ويمكننا ناخذ امثله واحده اخرى ديال الدوال ونلقاو اشكال مختلفه ديال المجالات اللي تتشكل لنا الصوره. اذا الداله المتصله هي داله ما تتحافظش على شكل صوره المجال، ولهذا داكشي علاش في الخاصيه قررنا اننا نديرو هذه المعلومه بوحدها، وقررنا اننا نديرو الصوره ديال القطعه هي قطعه، لان الداله المتصله وهذا هو السبب اللي خلى ان الخاصيه تكون متكونه من معلومتين. الداله المتصله تتحافظ لنا على الشكل ديال القطعه،
الصوره ديال القطعه هي قطعه مبدئيا متصله وغادي نديرو دابا واحد المثال. الصورة ديال القطعة مبدئيا متصلة هي قطعة. ناخدو مثلا واحد جوج باش نسهلو الأمور. هي قطعة مسدودة هنا صفر جوج. يمكن لكم تلاحظوا بأنه الواحد داخل في هذا المجال، إذا يمكن نحسبوا الصورة ديالو منحنى الدالة F أو لا الدالة F اللي هو الصفر، والصفر غادي يكون داخل. بنفس الطريقة غادي نحسبوا الصورة ديال جوج، وغادي تكون صورة القطعة واحد جوج بلا الدالة تعطينا القطعة صفر جوج. من طبيعة الحال الأمثلة المبيانية اللي درت لكم ماشي هو البرهان على الخاصية، كيف ما قلت لكم البرهان كاين، ولكن هذه الأمثلة فقط باش نقرب لكم مفهوم ديال الخاصية.